لا زلنا معكم من خلال هذا التجمع حتى تنطق كلمات الأحرار وتصدح في جميع مناطق الكويت. أود أذكر لجمهورنا أن كان من المقرر اليوم أن ننظم مسيرة بعد نهاية هذا التجمع تأخذنا إلى دوار الأمم المتحدة احتجاجا سلميا لرفض هذا الكلام، لرفض هذا البرز، ولكن نزولا عند رغبة الجميع ونزولا عند رغبة الذين يودون بالفعل أن يطفئوا نار هذه الفتنة، الذين يودون بالفعل أن يتركوا الأمن والسلام يعم في وطن السلام. سوف نترك ونؤجل هذه المسيرة حتى أيام أخرى إذا تواصلت هذه الأصوات النكرة، إذا تواصلت هذه الأصوات النكرة فسوف تكون هناك مسيرات احتجاج للاحتجاج على الأصوات النكرة من هذه المناطق الحرة. حضورنا كريم، يتفضل الآن أحد الأحرار، أحرار الدائرة الرابعة، أحد نوابكم النائب الفاضل محمد عايف المطيري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للأسف أن بداية الخطة الخمسية تبدأ بتصريح وزير الداخلية عن المزاوج الجنسية، ثم يتلوها أحد المسؤولين الكبار في وزارته وهو محافظ العاصمة، ليؤكد هذا الاتهام ويشير بأصابع الاتهام إلى أبناء الدائرة الرابعة. كنا نسمع في الأيام الماضية التلميح من الحكومة عن مزدوج الجنسية، وكان هذا الازدواج كأنه نشأ جديدا فتحول نصف الشعب وذهب وخرج من البلاد وأخذ جنسيات أخرى، لا كأنهم يبحثون في ملفات قبل الخمسينات ليتهموا الناس ويفتحوا هذه الملفات ويذهبوا إلى عين أصول وانتماعات سواء القبائل أو غيرها. هذا الفهم العقيم والعقلية المتخلفة لمثل هذه الحكومة التي تتخبط وترجع بالشعب إلى الوراء أمر خطير. نحن نعرف والشعب الكويتي يعرف من المزدوج الحقيقي ومن مزدوج الولاء. إذا تكلموا من الآن فصاعدا عن المزدوجين فهم يقصدون، لا شك يقصدون الدائرة الرابعة والخامسة، وإلا فإنهم يعلمون من يشاركون في انتخابات الرئاسة الإيرانية ويذهبون للتصويت هناك، بل وصل الأمر أنه يؤخذ بعضهم مرافق مع رئيس مجلس الوزراء في جولاته. إذن أنتم لا تريدون مثل هذا الصنف، بل توجهون سهامكم إلى الدائرة الرابعة والخامسة وتبحثون في ملفات ما قبل الخمسينات، من الذي جده وجد جده كان له جنسية في دول الخليج. هذا الفهم العقيم وهذه العقليات المتخلفة التي أخذت تتبع ما كان يردده الجاهل السفيه في قناة السور وفي غيرها. الآن هم يطبقون هذا الكلام، استجواب وزير الإعلام وطرح هذا الموضوع الخطير وتفعيل هذه القضية لم يستفيدوا منه شيء، بل كأن الأمر أخذ إلى سلسلة التمثيل. يريدون أن ينفذوا الأجندة الذي كان يلمح بها ذاك السفيه، الآن بدأوا بالتصريح. هذا التصريح من مسؤول حكومي،
لا نقول رجل مواطن قال له كلمة ويكفيها الاعتذار. الاعتذار يجب أن يكون من رئيس مجلس الوزراء ومن خلال إجراءات صارمة لإغلاق هذا الملف. أما أن تكون هناك تصريحات من هنا ومن هناك من وزير الداخلية أو من أحد المحافظين ثم يترك الحبل على الغارب، لا، إما أن يظهر المستجوب الحقيقي. نحن لا نريد تفتيح الملفات، لا نريد فتح الملفات. هناك ملفات موجودة ومخططات لقلب نظام الحكم وموجودة في أمن الدولة وفي هيئة، وأسماء موجودة ومعروفة، ومن هو رئيس الوزراء، ومن هو رئيس الدولة، ومن هو الوزير الفلاني، ومن هو الإعلامي. تريدين أن نفتح الملفات؟ مستعدين نفتح الملفات، لكن هذا يغض الطرف عنه. الذي يريد قلب نظام الحكم والذي هو فعلا أن يزدوج الولاء الحقيقي والذي يشارك في انتخابات الرئاسة الإيرانية ومسجلة عليها الصور والأحداث، والذي يقول أعمال التفجير في الكويت أعمال وطنية، أنتم أين عقولكم؟ الشعب الكويتي